متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسود اليوم طقس غائم، غالبا غائم، مع فرصة لهطول زخات من الأمطار تكون خفيفة ومتفرقة الطابع خلال ساعات ما بعد الظهيرة. 42 درجة مئوية متوقعة في العاصمة الرياض الملموسة، 37 الرطوبة 14%، والرياح تكون معتدلة السرعة. انتقل لأن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة للنهار اليوم. نبدأ شمالا، سكاكا طقس صافي 28 إلى 19، نفس الحرارات في عرعر، تبوك تسجل 30 إلى 20. بالنسبة للمنطقة الغربية، رياح نشطة في مدينة جدة 38 إلى 26، المدينة المنورة 40 إلى 26، مكة المكرمة 38 إلى 29، والطائف زخات رعدية من الأمطار 31 إلى 21. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، أبها زخات رعدية من الأمطار 29 إلى 17، الباحة 27 إلى 21، أما جازان 34 إلى 32. بالنسبة للمنطقة الشرقية، حفر الباطن أتربة مثارة 36 إلى 24، الدمام 42 إلى 27، الإحساء 45 إلى 27. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض فرصة لزخات متفرقة وعشوائية من الأمطار 42 إلى 26، بريدة 35 إلى 21، أما حائل 30 إلى 17. إلى اللقاء.